أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل التجنس بجنسية الدولة الكافرة يعتبر من موالاة الكفار، وهل هو جائز؟ نعم، هذا من سريان أحكامهم عليه، هذا من سريان أحكامهم عليه. وقد كتب في هذا مؤلفات في حكم التجنس جنسية الكفار، أنه نوع من الدخول تحت حكمهم وتحت طاعتهم. نعم.